الاستلام والتتويج بهذه الكؤوس وكأس المواهب والفائزة بها ميرة لمالكها محمد بن عتيج المقعودي. يأتي هنا كينج الهباب مع مدير نادي دبي لسباقات الهجن علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي للتتويج بهذه اللحظات. هنا محمد بن عتيج المقعودي وانجاله مايد وحمدان وكذلك الاشقاء والاخوه وسعيد بن عتيج المقعودي في فرحه التتويج بفوز اميره بهذا الكاس، كاس الحقائق. سلام وتحيه لاهالي الهباب، كينج الهباب حيث حظى بهذه الكاس، كاس الحجايج. تهانينا والناموس يا ابو مايد، والسلام لاهالي الهباب، سلام على ما قدموا في ميدان السباق. هنا مايد بن محمد بن عتيج المقعودي فرحا بما قدمته اميره في الانتصارات والنواميس، كذلك حمدان بن محمد بن عتيج المقعودي فرحين بهذا الكاس، كاس الحقائق المفتوح حيث انتزعوه واهدوا لاهالي الهباب كافه. تهانينا كذلك لعتيج المقعودي من خلال الانتصارات، ابو احمد يستاهل الناموس والتتويج، وفرحه كبيره بالفعل مع شباب الهباب في فرحه التتويج بالانتصار في هذا اليوم المبارك، حيث انطلاقات المرموم وانطلاقاتها في اول كؤوسها واول رموزها. سعيد بن عتيج المقعودي فرحا كذلك بكاس اميره. بينما ياتي الدور على متعب وسلاله متعب الصغير، وياتي سيف بن علي بن كليب ممثل المدام. سلام وتحيه لهذا الشعار ولمالك هذا الشعار، الفوز ببندقيه القعدان. تهانينا والناموس ابو محمد على هذا الانتصار وما قدم في ميادين السباق دائما بمشاركات وتحديات مثيره وكبيره. سلام لاهالي المدام، سلام، والسلام كذلك لاهالي الهباب، وسلام حيث ياتي سيف بن كليب بالسلامات والتحديات والانتصارات. شيء جميل وفاخر من خلال انطلاقة هذه الأشواط الرئيسية والرسمية في ميدان المرموم، وهنا كذلك بندقية المواهب الذي قدم من خلالها متعب التوقيت الأفضل في هذا المساء في 5 دقائق و40 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا يا أبو محمد، تهانينا يا كذلك أبو عبد العزيز وأبو سعود على هذا الانتصار الجميل مع شعار بن كليب، شعار أبدا لا يغيب عن رموز الختاميات. بينما نذهب إلى كأس الإنتاج، ويأتي هنا شعار صعب المضمرين وإنتاج محمية سكاي دايف وشعار سعادة محمد بن سلطان بن مرخان، وهنا يأتي الشبل عبيد بن محمد بن مرخان ليتوج بهذه الكأس، وكذلك سعيد بن راشد بن مرخان في هذا الملتقى بتتويجهم في هذه الانطلاقات. راشد بن سعيد بن مرخان ايضا فرحا بناموس صعب المضمنين وبناموس عبيد بن محمد بن مرخان، حيث قدمت هجر ايضا شرح مميز في هذا المساء من سلالة الدرع وانتاج محمية سكاي دايف. تهانينا والناموس للمضمر عبد الله الغفيلي. بينما شوط الجعدان ياتي من خلال هذه اللحظات مسعف، تعود ملكيته لسعيد بن نابت بن خيله العامري. تهانينا والناموس والسلام الى اهالي الهيار، سلام. هنا سعيد بن خيله يستلم هذه الكاس، هنا محمد كذلك بن نابت بن خيله والاخوه الاشقاء والزملاء والابناء في عزبه بن خيله فرحين بناموس الانتاج، حيث قدم مسعف شوط مميز وانتاج بلا شك كبير في زاويه الانتاج الكبرى في منصات التتويج. بندقية مسعف، تهانينا والناموس وسلام إلى أهالي الهيار، سلام على ما قدم مسعف، وسلام لسعيد بن نابت بن خيلة العامري على هذا الفوز والانتصار. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن، شكرا اللجنة المنظمة الدائمة هنا على هذا التتويج وحفل بهيج في مساء هذه الليلة. شكرا للجميع. بينما نتابع ملخص هذا السباق مشاهدينا الكرام مع الزميل عبد الله القليبي في هذه اللحظة.